صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، صبحكم الله بالحب والسعادة، صباحكم أمل وتفاؤل. حياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامجكم الإذاعي صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة برنامج يومي من الأثنين للجمعة من الساعة 10 إلى الساعة 11، تقدم لكم إياه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا الجميلة إذاعة نور دبي. أرحب فيكم، أنا دكتورة بدرية الحرمي، ونرحب فريق عمل البرنامج. عندنا في الإخراج اليوم الزميل نمر محمد والزميل عقيل طاهر. أما بالتنسيق عندنا الأخت إسراء الهاشمي، وبالإعداد الزميل حسني البلاونة. صبحكم الله بالنور والسرور جميعا. أعزائي المستمعين، مثل ما عودناكم دائما في برنامج صحة وسعادة أن نحاول نختار لكم المواضيع المهمة اللي تسعدكم وتخص صحتكم وصحة أفراد مجتمعنا، ويسعدنا دائما استقبال مشاركتكم وملاحظاتكم أو حتى اقتراحاتكم وتوصيلها لمسؤولين هيئة الصحة بدبي. طبعا كل هذا بهدف إرضائكم وتحسين خدماتنا الصحية. واللي حاب يتواصل ويانا نقول دائما حياها الله على أرقام التواصل 600551414. أما اللي حاب يتواصل ويانا عبر الرسائل النصية على الرقم 4006. بالنسبة لفقراتنا أعزائي المستمعين لهاليوم بتكون متنوعة، عندنا في البداية الأخبار الصحية، ومن بعدها بناخذ فقرة السوشيال ميديا. أما في فقرة التغذية لهاليوم فبنتكلم عن الشوفان وفوائد الصحية، وآخر فقراتنا فبنخصصها للحديث عن الإنجاز الرائع اللي هو براءة اختراع الطب الشخصي. أعزائي المستمعين، مثل ما نعرف كلنا أن الكائنات الحية مثل البكتيريا، الفيروسات، الفطريات وغيرها من الكائنات ممكن تكون موجودة على أجسامنا أو حتى ممكن تعيش فيها، ومو بشرط كلها تكون ضارة، لا، في جزء منها ممكن يكون نافع لصحتنا. تبون تعرفون وين تعيش هاي البكتيريا النافعة وشو فايدتها؟ اسمعوا خبرنا للآخر. قالت الجمعية الألمانية للتغذية إن بكتيريا الأمعاء المفيدة تلعب دور كبير في الصحة بشكل عام، حيث تعمل على تقوية جهاز المناعة للتصدي لمسببات المرض وتنشيط الهضم وإنتاج الفيتامينات. وأوضحت الجمعية أن يمكن الحفاظ على سلامة بكتيريا الأمعاء المعروفة بفلورا الأمعاء بالتغذية الصحية بالأطعمة المحتوية على حمض اللاكتيك مثل منتجات الألبان من اللبن والزبادي ومخلل الملفوف، والأطعمة الغنية بالألياف الغذائية مثل منتجات الحبوب الكاملة والخضروات مثل الخرشوف ورقائق الشوفان وبذور الكتان. وبعد للتفاح أهمية لاحتوائه على مادة البكتين اللي تزيد أعداد بكتيريا الأمعاء، والاستفادة من التفاح يجب تناوله بقشرته التي تضم مادة البكتين فيها. بالإضافة إلى ذلك تعتبر الخميرة مهمة أيضا لصحة الأمعاء، إذ تعد من المعززات الحيوية التي تحارب الفطريات التي يمكن أن تسبب المرض وتساعد على نمو الفطريات اللي تنشط الأمعاء. أعزائي المستمعين، هذا كان خبرنا لهذا اليوم. وإضافة على هذا الخبر، نحن بعد دائما ننصح أفراد المجتمع أنهم ما يتناولون المضادات الحيوية بطريقة عشوائية وبدون استشارة الطبيب، لأن أخذ المضادات الحيوية بدون الحاجة إلها هذا السلوك الخاطئ ممكن يدمر البكتيريا النافعة عندنا بالأمعاء ويخلي الفطريات تحل مكانها وتسبب لنا الأمراض. نسأل الله السلامة والصحة لنا ولكم، الله يحفظكم وين ما كنتم. الحين أعزائي المستمعين خلونا ناخذ فقرة السوشيال ميديا ونسمع شو آخر مواضيع وسائل التواصل الاجتماعي وشو المتداول فيها، وخاصة على صفحات
هيئة الصحة بدبي مع الزميلة أسماء الجناحي مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالنور والسرور عزيزتي أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور وصباح الجمعة المميز والجمعة الونيس واللي كله نشاط وحيوي احنا نقول دائما. صحيح. خبرينا شو عندك من أخبار؟ من أخبارنا أن نحن يوم أمس انتهى وتم ختام منتدى دبي الصحي، وخلال ختام المنتدى أكد الجميع في ختام الأعمال على أهمية التوظيف الأمثل لتقنيات الذكاء الاصطناعي في الطب والقطاع الصحي، وهذا كان بحضور أكثر حتى بحضور منتدى أكثر من 2200 مشارك في هذا المنتدى واللي كان لمدة يومين 2-3 مارس. أيضا من ضمن الأشياء اللي كنا حاطينها براءة اختراع موجودة في مستشفى راشد، واشتغل عليها فريق يعني برئاسة دكتور بسام محبوب وفريق أمراض الجهاز التنفسي والحساسية في هيئة الصحة بدبي، وكان حاطين فيديو يشرح عن هذه براءة الاختراع وكان يتكلم فيها دكتور بسام محبوب. البراءة خاصة بالطب الشخصي أو مثل ما يسمونه، يمكن هو اسمه بالإنجليزي معروف أكثر، اللي هو personalized medicine. فكيف يتم استخدام أو كيف تستخدم شراشد الطب الشخصي في موضوع الأمراض التنفسية، هذا اللي نحن حاطينه في فيديو خاص وكان هذا أيضا من ضمن المشاركين في المعرض المصاحب للمنتدى. وبعد عزيزتي أسماء إحنا بعد اليوم نستضيف الدكتور بسام، بعد بيكلمنا زيادة في آخر فقراتنا عن هذا الموضوع. وهذا الشرح يعني ما شاء الله البراءة يعني الاختراعات، وأن الهيئة أصلا تدعم الابتكار والاختراع، هذه يعني بحد ذاته يساعد ويخفف على المرضى. وإني عند رسالتنا، رسالة الجمعة ورسالتنا الصباحية، ولد يقول لا تكثر من لوم نفسك عند الخطأ، بل فكر في كيفية تصحيحه. مشكلتنا دكتورة أن نحن أغلبنا نأخذ وقت وايد طويل اللوم نفسنا، ليش سويتي وليش سويتي ليش، لو أن الواحد شوية يعني خفف اللوم وركز أنه كيف ممكن يصلحه أو أنه ما يتكرر، أنه ممكن يتجاوز هذا الشيء. يعني عزيزتي أسمى في ناس مثل ما ذكرتي يتمون يلومون نفسهم، وللأسف هذا الشيء يعطلهم أنهم يعني يمشون يعني في الشغل أو يخلي مزاجهم دائما متأثر. صحيح. دائما مشكلة ما يعكم مزاجهم، يشوفون سلك أول للبيئة المحيطة بيعكم مزاج اللي حواليهم يعني. احنا نقول ان الانسان يخلص بعمله ويسوي كل اللي يقدر عليه ويعطي افضل ما عنده، لكن اذا في بعض الاوقات تحصل بعض الاخطاء، تحصل بعض الاشياء، الانسان مو معصوم من الخطا، بالعكس احنا لازم نتجاوز هذا الشيء ونتقدم دائما للامام وننسى اللي فات. صحيح. نتمنى لكم الصحه والسعاده دكتوره. شكرا لك عزيزتي أسماء الجناحي مسؤولة السوشيال ميديا في هيئة الصحة في دبي. نتمنى لك نهاية إجازة نهاية أسبوع سعيدة يا رب، ونلقاك بإذن الله أسبوع الجاي. صحة وسعادة. ورجعنا لكم أعزائي المستمعين مرة ثانية، وحياكم الله في برنامج صحة وسعادة. هذا البرنامج اللي تقدم لكم إياه هيئة الصحة بدبي وبالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المتميزة إذاعة نور دبي. نذكركم بأرقام التواصل 600551414 أو من خلال الرسائل النصية على الرقم 4006. تذكروا أعزائي المستمعين أن تواصلكم ومشاركتكم تهمنا وتسعدنا. أعزائي المستمعين في فقرة التغذية لهاليوم رح نتكلم عن الشوفان، ومثل ما نسمع كلنا أن للشوفان فوايد عديدة، فالشوفان يعتبر من الحبوب الكاملة ذات القيمة الغذائية العالية واللي يحتوي على كمية كبيرة من الفيتامينات والمعادن والألياف. وعشان نعرف أكثر عن هذه الفوايد يسعدني أن يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة سهى نوفل اختصاصية التغذية السريرية بهيئة الصحة بدبي. يا اهلا وسهلا فيك استاذه سهى، نورتينا في برنامج صحه وسعاده. الله يسعدك يا ربي ويسعد صباحكم جميعا. استاذه سهى، اليوم الموضوع صراحه موضوع حلو ويهم كثير من الناس، الشوفان، ونسمع كثير عن فوائده الصحيه. في البدايه قبل ما نبدا حديثنا نبغى نعرف الشوفان شو يتكون بالضبط.
زي ما حضرتك تفضلتي، الشوفان هو من مجموعة الحبوب وهو من الحبوب الكاملة، وكثير في ناس بيصير عندها لبس ما بين الشوفان، هل هو من القمح أو هو غير نبات مختلف؟ لا، الشوفان غير القمح، الشوفان نبات ثاني بيحتوي على العديد من القيمة الغذائية، غني بالمعادن والفيتامينات مثل الفسفور، مجموعة فيتامينات باء، في كمية من المغنيسيوم، الزنك، المنغنيز، هذه المجموعات كلياتها بتدخل في فوائد اللي مهمة في سواء في تنشيط الذاكرة، في الدماغ، بيحتوي على الألياف الغذائية، والألياف الغذائية هي جدا مهمة تكون موجودة في نظامنا الغذائي اليومي، في نسبة حديد، فيتامين إي، البروتين أيضا المكون للشوفان يعتبر من البروتينات اللي جدا مهمة، وتقريبا يماثل بروتين فول الصويا، يعني ما نستهين في كمية البروتين الموجودة في الشوفان. لو حكينا تقريبا كوب واحد من الشوفان في ما يعادل 300 سعر حراري، في تقريبا 10 جرام دهون، في 90 جرام من الكربوهيدرات، في برضه يعني تقريبا 16.5 ل 17 جرام من الألياف، وهي تقريبا يعني تعادل خلينا نحكي ربع احتياجاتنا اليومية من الألياف. في كمية بروتينات، يعني هذا الكوب من الشوفان ما يقارب 26 ل 27 جرام من البروتين، فتعتبر كمية جيدة ومناسبة، وممكن تعزز من الصحة عنا وتعزز وتغطي جزء من احتياجاتنا اليومية اللي بنحتاجها. ممتاز. انزين أستاذة سهى، لو تعطينا تخبرينا شو الفوائد الصحية للشوفان؟ هلا بما انه حكينا على انه يحتوي على كمية من الألياف، فهذه الألياف زي دائما ما بنذكر وبنعيد وبنكرر، الألياف جدا مهمة في الحماية من أمراض المعوية زي الإمساك، فهذا وجود الألياف بكمية عالية بجنبك حدوث الإمساك، إذا بنشط عندي الأمعاء. الألياف تعطيك شعور في الشبع، خاصة إنه الألياف اللي موجودة في الشوفان بنسميها الألياف الذائبة، يعني سهلة الامتصاص، بيمتصها الجسم في الأمعاء وبتعطيك الشعور في الشبع بشكل أسرع من غيرها من الألياف، فإذا هون أعطتني شعور الشبع، أعطتني مشت لي حركة الأمعاء. هذه الألياف أيضا بتحافظ على مستوى السكر في الدم، فهي من ناحية أخرى بتعزز وجود الفيتامينات والأملاح المعادن اللي موجودة في الشوفان، بتعزز من الجهاز المناعي ومحاربة البكتيريا، محاربة الفيروسات الضارة، المغنيسيوم اللي موجود فيه والبوتاسيوم بيعزز وبيحسن عندي من مستوى ضغط الدم في الجسم، وجود أيضا شو حكينا الزنك والمنغنيز، هذه كلياتها بتعزز وبتنشط عندي الذاكرة، الفيتامين إي وباقي الفيتامينات زي الموجودة فيه بتعزز عندي من البشرة وبتحسن عندي من الجلد والشعر. وإحنا نسمع وايد بعد وصفات يعني يصفونها للعناية بالبشرة وبالجلد. نعم. الشوفان بسبب وجود الزنك والنحاس فيه زي ما حكينا كمان بيحفز على نمو الشعر وبيغذي بصيلات الشعر، فإذا فعليا هو له العديد من الفوائد نظرا لاحتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن اللي موجودة فيه. إنزين أستاذة سهى، يعني بمقابل كل هاي الفوائد الغذائية أو الصحية، هل هناك في أضرار أو مثلاً محاذير معينة تناول الشوفان؟ مثلاً الناس اللي يعانون من حساسية الشوفان شو ممكن نقولهم؟ هلا هو بشكل عام الحساسية منه قليلة جداً، يعني بيقدروها العلماء ما يقارب 1% حول العالم، لأنه هو بمكونه الأصلي هو خالي من الجلوتين اللي أغلب الناس عندها تحسس بتكون حساسية للجلوتين، هو خالي فعليا كتركيب، تركيب للشوفان مختلف، هو خالي من الجلوتين، لكن بتصير التحسس أحيانا إذا كانت الزرع في أرض بجانب القمح مثلا، القمح احنا بنعرف فيه موجود الجلوتين، فهون بتصير عندك التداخل من مع القمح، أو انطحن في مطاحن أو دخل في عمليات تصنيع بنفس مواكن أو قريب من مواكن القمح، لأنهم هم بيدخلوا مع بعض في كثير من الصناعات، فهون بتنتج عندي الحساسية. عشان كثير ناس بقولك أنا عندي حساسية أو عندي الجلوتين لازم أخذ جلوتين فري، فأنا يعني خالي من الجلوتين، لازم ينتبه المنتج اللي بيشتري على البطاقة حتى لو كان هذا المنتج من الشوفان، ينتبه إنه خالي من الجلوتين، هيك بيضمن إنه فعليا حتى ما تعرض لأي
يعني اتصال بشكل مباشر أو غير مباشر مع القمح. حالات البسيطة جدا من الحساسية اللي هم من بروتين الشوفان اللي هو بسموه أذينين، هاي يعني حالات قليلة جدا عند هاي الناس اللي بيكون عندهم حساسية من هذا النوع من البروتين اللي بس متواجد في الشوفان ويختلف هون عن القمح، بتكون عندهم تظهر كبقع حمراء أحيانا، سيلان في الأنف. إذا كانت هاي الحساسية شديدة ممكن تؤدي إلى إسهال، تقيؤ، آلام في المعدة. فهون لازم الواحد الأم أو الشخص ينتبه، هل أنا هاي الأعراض نجت عندي بعد تناول الشوفان؟ هل كان هذا الشوفان متداخل معه قمح، كمية من القمح، أو مثلا ده مش مكتوب عليه خالي من الجلوتين، معناها لو بطريقة غير مباشرة هو دخل في إحدى مصانع القمح، فعشان نعرف إيش سبب التحسس اللي صار عند هذا الشخص. فمن المهم إن إحنا نقرأ يعني على البطاقة الغذائية ونتأكد إنه يعني خالي من الجلوتين. أيوة ضروري نقرأ. حتى في أشخاص بيعانوا من بعض يعني الأعراض، إحنا مش كي الشوفان جيد لحركة الأمعاء، لكن في ناس برضه عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي نفسه، مش لازم يأخذوا الأغذية اللي عالية الألياف، فبرضه هذا الشخص ممكن ما يكون عنده تحسس لكن يصير عنده مشاكل أكثر لو أخذ ألياف عالية. فهنا بعض الأشياء اللي أو المحاذير من استخدام الشوفان، إذا كان عنده تحسس من بروتين الشوفان أو إذا كانت الشوفان داخل مع القمح وهذا الشخص عنده حساسية الجلوتين، أو إذا كان عنده مشاكل في الجهاز الهضمي تتطلب أنه يأخذ حمية أو غذاء قليل الألياف. طبعا اكيد بيكون في استشاره الاخصائيين التغذيه او طبيب المعالج له، وبيعرف شو المحاذير اللي تمنع مثلا من تناول الشوفان او يعني كميه تناول الشوفان هذه بعد. انزين استاذه سهى، لو بغينا نعرف العلاقه بين تناول الشوفان ومرضى السكري، نسمع وايد يعني ان شو تفضلون انتم، ان انتم تنصحون مرضى السكري ياخذون شوفان او لا؟ لا، بننصحهم يتناول الشوفان أكيد، هو إحدى البدائل الصحية والجيدة خاصة على وجبة الإفطار، لأنه زي ما حكينا الفيتامينات اللي عفوا الألياف اللي فيه ألياف ذائبة في الماء، هاي الألياف الذائبة في الماء بتحسن استجابة الجسم للأنسولين، المؤشر الجلايسيمي للشوفان قليل، فلما الشخص يتناول هذا الشوفان سواء كان مع حليب سواء كان مع الروب كوجبة إفطار ويضيف عليه بعض المكسرات النيئة اللي مش محمصة أو بعض الفواكه، خلينا نحكي قطع صغيرة من الفواكه، صارت وجبة صحية كاملة ومؤشر ارتفاع السكر فيها قليل أو بياخذ وقت أطول، فهو من الألياف الجيدة الموجودة فيه اللي بتقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم. وبننصح إحنا مرضى السكري خاصة النوع الثاني من إنهم يتناولوا الشوفان في نظامهم الغذائي، حتى ممكن يعملوا شوربة الشوفان. هاي برضو شوربة الشوفان بتعطيه شعور بالشبع، بتأخر ارتفاع السكر الناتج عن باقي مكونات الوجبة، فأنا أخرت ارتفاع السكر، نظمت أموري، أخذت ألياف، حصلت على الفائدة من الشوفان اللي تعتبر جدا مهمة خاصة إذا كان الحبوب الكاملة من الشوفان. فأنا هون أخذت الشوفان وأخذت الفوائد من الفيتامينات من المعادن وأخرت ارتفاع السكر في الجسم، أعطاني شعور بالشبع، فما بيجوع مريض السكري وبيحتاج أنه يروح يتناول وجبات بشكل أسرع أو بوقت زمني أقل من لو لم يتناول الشوفان وما شابه الشوفان من الحبوب الكاملة. ممتاز أستاذة سهى، انزلني للسؤال اللي يعني يتكرر علينا دائما، شو علاقة الشوفان ونزول الوزن؟ أعتقد هذا الموضوع يهم كل اللي يسمعونا. الناس هلأ الهوس الرئيسي هو الوزن بعد. أكيد. هلأ إحنا الشوفان، شوف كم فوائده، بس حط لازم الناس تحط في بالها دائما، هو مش العلاج السحري، هو ما رح يحرق لك الدهون، هو ما رح يحرق لك الدهون ويقلل لك وزنك إذا أنت ما اتبعته في نظامك الغذائي الصحيح. مش أتناول والله كمية شوفان كبيرة وأحكي هي وزني ما نزل، وهو بالنهاية هو في سعرات حرارية، في كمية نشويات، في كمية بروتينات، هذه إذا أنت تناولتها بكميات كبيرة ما رح ينزل وزنك. أنا بدي الفوائد اللي فيه اللي بتساعدني على نزول الوزن أجنيها لما أستخدمه في نظام الغذائي. حكينا في نسبة عالية من الألياف وقليل السعرات الحرارية، شعور الشبع هذا ما بيخلي الإنسان يجوع بسرعة زي ما حكينا، خاصة لما تتناولين مع بعض الفواكه المجففة وبعض المكسرات، أخذتي بروتين، أخذتي كالسيوم، أخذتي كل الفوائد الغذائية، فإذا أنت هون قللتي من شعور الجوع. لما يقل الإنسان شعور الجوع عنده ويأخر، لأنه في بعض في
الألياف الموجودة في الشوفان نوعها البيتا جلوكان، هذه هاي بتزيد الوقت اللازم لحتى يمر الطعام في الجهاز الهضمي، فبياخذ وقت أطول زي ما حكينا. وفي عنده الألياف برضو اللي موجودة فيه بتزيد من بعض الهرمونات اللي بتساهم في التحكم بالشبع، بتقلل هذا الشعور. فأنا خليني أستفيد منها، أتناولها بالكمية المسموحة إلي وأجني هاي الفوائد منه. عندي الهرمونات البروتينات الألياف الموجودة فيه بتساعد الهرمونات الشبع إنها تفرز، إنه هذا أنا هلأ ما عندي شعور بالجوع، فأنا بتأخر شعور الجوع، شعور الامتلاء موجود عندي، فوائد غذائية موجودة. وبالتالي أنا بس أتبع هذا النظام، بوجود الشوفان، بوجود الحركة، بوجود النشاط البدني والغذاء الصحي مع بعض، أنا ساهمت وساعدت نفسي على نزول الوزن وحرق الدهون الزائدة في الجسم. زي ما حكينا، خلي الشوفان من المكونات الرئيسية في نظامك الغذائي بالكميات المسموحة فيها، فأكيد راح تجني ثمار نزول الوزن وحرق الدهون من الجسم. أكيد الاعتدال هو قاعدة الحياة، تدل في تناول يعني العناصر الغذائية يعني في الحد المسموح فيها. زين أستاذة نهى، قبل ما نختم فقرتنا لها اليوم، نبى منك نصيحة أخيرة لكل اللي يسمعونا. أول شيء نتمنى الصحة والسلامة للجميع، كون حريص جدا على قراءة البطاقة الغذائية، خاصة الناس اللي عندها تحسس من القمح أو من الجلوتين لما بدي يشتري الشوفان كبديل. ممكن تستفيد زي ما حكينا من الشوفان، سواء كان على شكل طحين الشوفان، سواء كان على شكل نخالة الخبز الشوفان، كلها هاي الأشياء ممكن أنت تستفيدها. إلى العديد من الأشكال للشوفان في السوق، ممكن أنت تستفيد منها وتجني ثمارها. استخدامه بالشكل الصحيح، عودوا أطفالنا عليه من وهم صغار يستخدموا، يرجعوا للحبوب الكاملة لحتى يأخذوا كل الفوائد، الفيتامينات، المعادن من مصادرها الأساسية، وما نحتاج في المراحل المتقدمة إن نأخذ المغذيات والأدوية كبديل عن الفيتامينات والمعادن الموجودة عندنا بشكلها الطبيعي. ونتمنى السلامة والأمان للجميع إن شاء الله. اللهم آمين. أستاذة سهى، طبعا نتمنى أن الكل استفاد من المعلومات اللي قدمتيها لنا اليوم في هذا الحوار الجميل. شكرا لك أستاذة سهى نوفل، اختصاصية التغذية السريرية في هيئة الصحة بدبي. نتمنى لك إجازة نهاية أسبوع سعيدة، نلقاك بإذن الله في حلقات جاية إن شاء الله. علينا وعليكم إجازة سعيدة. أعزائي المستمعين، الحين بناخذ فاصل وبنرجع نتواصل وياكم ونكمل آخر فقراتنا لهاليوم. تريونا صحة وسعادة. يا مرحبا وسهلا فيكم أعزائي المستمعين مرة ثانية في برنامجكم صحة وسعادة. نذكركم أرقام التواصل 600-551-414 أو من خلال الرسائل النصية على الرقم 4006. مشاركتكم تهمنا وتسعدنا. أعزائي المستمعين، اختتم منتدى دبي الصحي مساء أمس فعالياته بمركز دبي التجاري العالمي، وسط حضور كبير من الأطباء والعلماء وصناع القرار والمسؤولين مختلف المؤسسات الصحية من داخل وخارج الدولة. وتضمنت فعاليات المنتدى معرض متخصص في التكنولوجيا والتقنيات والحلول الذكية لخدمة المرضى. في هاي الفقرة أعزائي المستمعين بنتكلم عن براءة اختراع الطب الشخصي اللي تم عرضها ضمن فعاليات منتدى دبي الصحي. وعشان نعرف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، يسعد أن يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الدكتور بسام محبوب، استشاري ورئيس قسم الأمراض الصدرية بمستشفى راشد. يا مرحبا وسهلا فيك دكتور بسام، نورت برنامج صحة وسعادة. يا مرحبا فيكم، كيف الحال؟ الحمد لله دكتور. بالبداية طبعا حاب أبارك لكم ولنا هذا الإنجاز الرائع اللي يحسب لدولتنا الغالية، وحابين نعرف أكثر عن براءة اختراع الطب الشخصي، شو تقصدون فيه؟ طيب بشكل عام التوجه الآن ان كل شخص او كل مرض يبرز نفسه بطريقه مختلفه عند المريض. بمعنى مريض السكر اليوم محمد غير عن عبد الله، غير عن حمده، غير عن لينا، غير عن كذا. المرض نفسه يعتبر السكر مرتفع، لكن الجسم يتعامل معه بطريقه مختلفه، وبالتالي
شو الدواء اللي ممكن الإنسان ياخذه يختلف من شخص لآخر. يعني هو مش مثل حبوب مثلا نقول الباراسيتامول البنادول اصطلاحا انه والله بتنفع كل حد عند ويع وكذا، تمام؟ أكيد. وبالتالي صارت في طرق مختلفه في التشخيص وطرق مختلفه في طريقه العلاج. طيب الان في السابق كان الدكاتره تقريبا يعني بناء على الحس الطبي وعلى الخبره يقول لك والله مثلا بعطي الدواء هذا حق هذا المريض او بعطي الدواء حق هذا المريض مثلا، او من باب التجربه والخطا انا اعطيتك الدواء والله دكتور انا ما ارتحت له اوكي بغير لك بعطيك الدواء هذا وكذا بناء على الخبره او بناء على ان المريض ما ارتاح له مثلا. الان هذا الكلام مثل ما يقولون عفى عليه الدهر، اصبح لا، اصبح ان نحن ناخذ مدخلات معينه، ناخذ اشياء معينه، فحوصات معينه من المريض، وعلى اساسها نحدد طبيعه او نوع المرض من التشخيص العام، وبالتالي نوع الدواء اللي ممكن يفعله. اوضح اكثر، يعني الان كل 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 شخص عنده تركيب جيني في الحمض النووي ماله، هذا يسمونه ديني، هاي الشفره موجوده في كل واحد. صحيح. وبالتالي اذا تقراها بتقول لك مثلا فلان الفلاني عنده قابلية سكر وضغط ومش عارف يمكن لا سمح الله كانسر أو كذا، لكن لما تشوف الإنسان هذا يعيش قد ما يتيه الأمراض هذه أو قد إذا يتيه بشكل مختلف. طيب شو اللي يخليك شو اللي يخلي الشخص هذا عوامل كثيرة من ضمنها الحياة، البيئة، الجو، طبيعة الأداء، حد يدخن أو ما يدخن، يشرب خمر أو ما يشرب، تعرض لتلوث أو لا وكذا، تمام، أخذ أدوية معينة مثلا انفكشن التهابات فيروسية وكذا، كل هذه تحدد إذا كان هذا الشيء الموجود عندك في الحمض الجيني مالك بيستمع عندك أو لا. طيب الآن جزء ثاني يستخدم اللي يسمونها الRNA اللي هو الحمض الريبوزي، هذا اللي هو نفس التقنية اللي نشخص فيها مرض الكوفيد لما ناخذ عينة عن طريق اللعاب، وبنفس التقنية نفس الحمض الريبوزي هذا نفس اللي الآن ناخذ عليه لقاحات الكوفيد. صحيح. فهذا الآن التقنية موجودة إن لما تاخذ عينة من لعاب المريض تعطيك فكرة عامة عن شو حاصل مع المريض في الوقت الحالي، وبالتالي تاخذ فكرة عن الشفرة الوراثية إلى حد كبير، وتاخذ أيضا فكرة عن شو اللي حاصل من ناحية وراثية أيضا موجودة عنده. هذه الآن المعلومات تعتبر معلومات كثيرة، فهي اللي يسمونها البيج ديتا أو البيانات الكبيرة. ما نقدر أو ما يقدر المخ أو العقل البشري إن يقدر يتعامل معها يشوف أوكي هذا مفيد هذا ما مفيد، هذا مهم هذا غير مهم، لا. فبالتالي ندخلها إلى جهاز كمبيوتر والذكاء الاصطناعي يحدد يقول لك أوكي هذا الشيء اللي شفته في المريض هذا مهم، الباقي لا ما يخصه في الموضوع. طيب هذا المهم علاجه بالدواء الفلاني. فهذه طبعا بطريقة مبسطة جدا يعني يساعد على تشخيص ويعني بعد يساعد على التشخيص ويعطيك اقتراحات لأدوية قد تساعد بناء على الكلام. طبعا هذا من أحدث ما توصل للطب. فنحن اللي سويناه طبعا أحب أقول أن هذا مش شغلي أنا، هذا عمل فريق في هيئة الصحة، أكيد. ناس في جامعة الشارقة معانا كانوا، وناس انتقلوا إلى جامعة محمد بن راشد. فبالاسم كنت أنا في الدكتور رفعت حمودي من جامعة الشارقة، الدكتور محمود مشهداني من جامعة MBRU أو جامعة الشيخ محمد بن راشد كلية محمد بن راشد الطبية. فإضافة إلى فريق كان في مستشفى راشد، فنحن شو سوينا؟ أخذنا مرضى الربو لأن هذا تخصصي أنا. صحيح. أخذنا منهم عينات عن طريق اللعاب ودرسناها ودرسنا الجينات ودخلنا المعلومات في بيج ديتا
AI والكمبيوتر أو الذكاء الاصطناعي أعطانا إشارات معينة يسمونها الريد فلاجز أو العلامات الحمراء، تعطيك شيء يسمونه خرائط حرارية، اللي هو كيف لما تشوفين أنت خريطة يحط لك فيها لون أحمر يعني فيها نشاط وايد، ولون أصفر ولون برتقالي بالطريقة هذه. فقدرنا نحدد بعض الجينات، تقريبا كان حدود 33 أو 35 جين لهم علاقة بالمرضى هذيلة اللي نحن بحثناهم، وبالتالي لهم علاقة بعلاجات معينة قد تفيدهم. أخذنا عليها براءة اختراع من مكتب براءة اختراع في أمريكا، والآن نتفاوض مع شركات عالمية تحاول تشتري منها الشيء هذا. الغرض في شو؟ الغرض من الآن أصبح الطب ما تقدر تعطي دواء لكل واحد عنده سكر نفس الشيء، أو ضغط عنده نفس الشيء، أو الكانسر طبعا هم متقدمين ما تقدر تعطيهم نفس الشيء، لأن عوامل الخطورة يعني تفرق بين شخص، تختلف من شخص آخر بالضبط. لكن الآن باستخدام اللعاب باستخدام التقنيات هذه وبوجود الذكاء الاصطناعي قدرنا يعني نوصل إلى شيء بحيث نقول أوكي هذا مريض الربو عند المرض هذا بس بالطريقة المعينة، وبالتالي قد الدواء هذا ينفع أكثر من الثاني. فهذا هو يعني بشكل مبسط براءة الاختراع أو الطب التخصصي أو البيرسونالايزد ميديسن اللي نحن كنا نتكلم عليه أمس وأول أمس في المنتدى الصحي. ممتاز. زين دكتور، يعني احنا الحين من شرحك الوافي هذا عرفنا كيف ان هذا براءة الاختراع ممكن كيف يساعد على تشخيص المرض يعني للمرضى، لكن شو فائدة هذا الشيء للمؤسسات الصحية؟ الان المؤسسات الصحية ممكن تبتدي تستخدم هذا في يعني اولا طبعا هذه الطريقة لم يتم اعتماده في أمراض أخرى، بالتالي الباحثين يقول في مجال السكر لازم يسوون شيء مشابه، والضغط مش شيء مشابه وكذا، وبالتالي في المؤسسات الصحية بيصير أنه المريض اليوم لما يجيك العيادة تقول له والله قبل ما أكتب أنا بعد ما باخذ منك التاريخ المرضي وبعد ما بفحصك وبخلص تمام، بدل ما أسوي كمية فصاد دم هالكثر وأسحب منك هالكثر أنا باخذ منك عينة لعاب تمام علشان أحدد طبيعة المرض. أنا عارف عندك سكر، أنا عارف عندك مفاصل، أنا عارف عندك كذا، لا بشوف شو الشفرات الوراثية اللي موجودة عندك اللي قد تساعدني في اختيار دواء مناسب لك، وبالتالي بتقل عدد الفحوصات وبيصير يسمونه precision medicine أو الطب الدقيق اللي هو يوصلك للعلاج. طبعا هذه مجرد بدايات، لكن في خلال في 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 يعني نقول في خلال 5 سنوات القادمة بيصير إنه نعتمد الطريقة هذه. وأنا أعتقد الكوفيد بالطريقة اللي صارت فيها مهزت لأشياء وايدة ما كنا نحن متعودين عليها، وسرعت من أشياء كثيرة يا دكتور، سرعت في أشياء، فيعني رب ضارة نافعة. فبيصير إنه لا قبل ما بصرف لك الدواء بسوي لك صح عشان أشوف عن طريق الطب اللي هو الطب الشخصي أخذ منك عينة لعاب أو شيء تمام، وقد تحدد لي العلاج اللي بيكون أفضل بالنسبة لحالتك أنت مش لحالة أخوك أو الشخص الآخر اللي توني أنا شخصي. ممتاز. إنزين دكتور، شو المرحلة الجاية بعد الحصول على هاي البراءة؟ طبعا لما أنت تأخذ براءة اختراع طبعا فيها 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 جزء قانوني كم لكل شخص، والشركة اللي مثلا بتعتمده في حالة وجود الشركة طبعا ممكن الشركة تقول لك والله لا نحن يمكن لنا شيء ثاني أفضل، لكن احنا توقعنا لأن خبنا عليه براءة اختراع انه ان شاء الله انه بيكون مطلوب. ففي حالة وجود الشركة تجي الشركة تقول لك والله نحن بناخذه وبنبتدي نخليه بشكل تجاري بشكل فحص مثل فحص الحمل أو فحص الكوفيد اللي يسوونه الآن في داخل البيت أو غيره وكذا، ومقابل هذا أنت بتاخذ نسبة والجامعة بتاخذ نسبة والمؤسسة اللي أنت بتبغى، يعني هذه الآن أشياء قانونية، بس أهم شيء الجزء العلمي خلصنا. صحيح. يأتي بعدين الجزء القانوني مع الشركة أو الجهة اللي بتحب تاخذه، وبعدين بعد هذا يجي الجزء التجاري. ف
فإن شاء الله يعني لين ما نوصل هناك بنعطيكم التطورات إن شاء الله. إن شاء الله، كل التوفيق دكتور. زين دكتور، لو نتكلم عن أهمية الثورة التقنية في القطاع الطبي ودورها في تحسين جودة حياة المرضى، يعني شوفي يمكن كلمة الذكاء الصناعي صارت مستخدمة بشكل زيادة. نحن كنا أمس نتكلم نقول إذا حد يبين عمر أنه فاهم أو أنه ذكي يحط كلمة الذكاء الصناعي في النص. صحيح. لكن الحقيقة نحن محتاجين إلى جيل من الدكاترة والعاملين في القطاع الصحي مختلف عن الجيل اللي تعلمه خلال قول العشر سنوات اللي فاتت. بمعنى الآن أصبح في توأمة ما بين علم الحاسب الآلي والعلوم الحيوية، وفي الآن مادة أصبحت أساسية يسمونها البايو انفورماتكس اللي هو ماذا كيف أترجمها، المهم اللي هو علم الأنظمة المعلوماتية في العلوم الحيوية. فأصبح كطبيب كممرض كمختبر وغيره لازم أفهم كثير في نظام البرمجة، لأن البرمجة بتدخل في كيف تبين لشيء يسمونها الباترن المتشابهات. فبالتالي الآن الكمبيوتر بدل ما أنا أقعد أي طبيب أشعة يشوف في اليوم مثلا نقول 200 صورة 90% فيهم طبيعية و5% فيهم اللي فيها شيء معين ممكن أركز عليه، قد عين الإنسان البشرية تغفل بسبب التعب بسبب الملل بسبب التكرار وتنسى أو ما تشوف أشياء. فبيدخل الذكاء الاصطناعي هو اللي بيسوي لك عملية المسح، يقول لك 90% هذيل ترى أنت علمتني عليهم ما فيهم شيء، 5% أو 10% هذيل اللي أباك تركز عليهم لأن فيهم شيء مش واضح. وأكيد بيخف شوية يعني الضغط، مثال بيخف اللود، مثال بيخف الضغط. طيب أيضا في علم الأمراض اللي يشوفون سلايدات وتأخذ عينات وخزعات كثير منها ما فيها شيء، أباك بس تركزي على الشيء اللي هو مطبيعي وتشوفه. أيضا بيدخل في مجال الفحوصات اللي نحن تكلمنا عليها، أخذ عينة دم، أخذ عينة لعاب، وعرف كثير عن المريض وعرف كثير عن الأدوية اللي قد تساعده ولا لا. فخلال 3 سنوات أو 5 سنوات القادمة بنشوف الطريقة اللي نحن نقدم فيها الطب مختلفة. طبعا غير عن أنه الآن صار كثير من الاستشارات نسويها عن طريق التليفون وعن طريق التليميديسن وغيره وغير. واللي شفناه شو صار يعني في وقت الأزمة أكيد. ولكن أنا أبغي أركز على نقطة مهمة، الذكاء الاصطناعي واستخدام التكنولوجيا ما بتشيل أو بتعوض أو بتريبليس أو بتاخذ مكان الطبيب أو الشخص اللي يشتغل، لا، ولكن هي أداة تخلي العامل في القطاع الصحي أذكى وعنده قدرة على اتخاذ قرار بناء على معلومات. اليوم أنا لما أتخذ قرار في أي شيء سواء في الاقتصاد في السياسة في أي شيء أنا لازم تكون عندي معلومات كافية، ولازم المعلومات تصاغ بطريقة معينة. فكل ما زادت المعلومات كل ما قدرتي على اتخاذ القرار بتكون أفضل، أكيد بتساعد يعني الأشخاص. هي بالتالي الذكاء الاصطناعي الآن حتى كلمة artificial intelligence غيروها إلى augmented intelligence إلى الذكاء المعزز. فأصبح الطبيب بوجود الذكاء الاصطناعي صار عنده ذكاء معزز. أكيد. ما بنستغني عن الطبيب، ما بنستغني عن اللي في اللاب وكذا، لأن يظل الجزء الإنساني بالذات في مهنة الطب مهم جدا جدا. يعني مهما جبتي ذكاء اصطناعي ما بيقدر يتفاعل مع دمعة مريض أو نظرة ألم أو نظرة سعادة في عين مريض وكذا، هذا مستحيل تعوضينه، هذا جزء إنساني موجود وبيظل موجود. أكيد. وبالتالي بنحتاجه هذا، لكن وجود
الذكاء الاصطناعي بيعزز الذكاء. أكيد دكتور. وإحنا نقول يعني أغلى ثروة عندنا هي ثروة الإنسان. الصراحة دكتور الحديث وياك ممتع والود ودنا نكمل وياك، لكن وقت البرنامج قرب يعني إنه يخلص. نتمنى لكم التوفيق لك ولفريق العمل ومن اختراع لآخر بإذن الله يا رب. وجزيل الشكر لك دكتور بسام محبوب استشاري ورئيس قسم الأمراض الصدرية مستشفى راشد. نتمنى لك إجازة نهاية أسبوع سعيدة، نلقاك بإذن الله في حلقات جاية. أشكركم، مع السلامة. مع السلامة. أعزائي المستمعين، الحين وصلنا لنهاية حلقتنا لهاليوم من برنامج صحة وسعادة، وما باقي على انتهاء الدوام إلا بضع ساعات وتبدأ إجازة نهاية الأسبوع. ومثل ما وصيكم دائما أعزائي المستمعين في آخر حلقاتنا إنكم تخططون لهالإجازة بحيث تستغلون كل لحظة فيها لقضاء أجمل أوقات مع أصدقائكم وعائلاتكم. ها مخرجنا خبرنا شو بتسوي في إجازة نهاية الأسبوع؟ ساير إكسبو. ممتاز. الصراحة احنا ننصح كل اللي يسمعونا بعد إنهم يصيرون إكسبو 2020، لأن خلاص قربنا نودع هذا الحدث الأروع والأكبر. أعزائي المستمعين، استمتعوا بوقتكم، اهتموا بصحتكم. الإجازة مهمة لشحن طاقتكم وتجديد نشاطكم، مهمة لصحتكم الجسدية والنفسية. كان وياكم في الإخراج الزميل نمر محمد والزميل عقيل طاهر، والتنسيق الأخت إسراء الهاشمي، وبالإعداد كان وياكم الزميل حسني البلاونة. هذه تحياتي لكم، محادثتكم دكتورة بدرية الحرمي. أتمنى لكم إجازة نهاية أسبوع آمنة وسعيدة وسط أحبابكم، ولنلقاكم أسبوع الجاي بإذن الله. أقولكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة.